بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن المباح، وبقي هنا كلام فيه بعض تفصيل في بعض الجزئيات تتعلق بالمباح. قل العلامة الشنقيطي رحمه الله: تنبيه، قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حج على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. يبقى هنا بنقول إن المباح منه تكلمنا في المرة السابقة على وجود إباحة شرعية وإباحة عقلية، وعنينا بالإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، بمعنى لا يأتي نص خاص بإباحة شيء ولكن يقال لو كان حرام لنهي عنه. فما هي أدلة قاعدة البراءة الأصلية اللي منها أخذ؟ قلنا البراءة الأصلية يعني بعد انخرام زمان التشريع لا يكاد يتصور فرق، أو إن كان يوجد فروق أشرنا إليها في المرة السابقة، ولكن يقترب جدا المباح الذي استفيدت إباحته من البراءة الأصلية والمباح الذي أتى النص بإباحته. ولكن الكلام في زمن التشريع حينما يأتي سكوت، يكون هناك سكوت عن أمور كالربا مثلا، ثم يأتي تحريمه ومحرم في الشرائع السابقة، فماذا كان الحال في أثناء ذلك؟ الصحيح أنه هذا عفو، وأنه مع أنه في ذاته فاحشة، إلا أن الشرع لما أخر تحريمه كان هذا عفو من الله تبارك وتعالى. فهذا هو أحد الأدلة على استصحاب العدم الأصلي وعدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن البراءة الأصلية، ويكون المؤاخذة من ساعة ورود هذا الدليل. فيقول: فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم. ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. بلك هنا إلا ما قد سلف في النهي عن نكاح ما نكح الآباء والنهي عن الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف فهو عفو، ولكن فيما يستقبل يبقى لما نزل هذا التحريم كان يجب على من كان تحته أختان أن يمسك إحداهما ويفارق الأخرى، وعلى من كان تحته امرأة أبي التي كانت قبل زوجة لأبيه أن يفارقها على الفور. ولكن إلا ما قد سلف في الإيه؟
في العفو وعدم الإثم وعدم وهذا مع أن هذا من المنكر ومن قطع الأرحام، ولكن لما كان الوحي قد سكت عنه فترة لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى إلى أن يستقر التشريع فكان ما سبق عفو. البعض هنا بيظن إلا ما قد سلف، يعني إيه؟ إنه لو أسلم وتحته أختان يبقى هذا أمر كان في الجاهلية فلا شيء عليه، نعم لا إثم عليه، ولكن هو مطالب الآن بأن يفارق إحداهما، كما إنه من تزوج وتحته أكثر من أربع، من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة عليه أن يفارق ما زاد على الأربع فورا بإسلام. ولكن إلا ما قد سلف هنا فهو يعني النهي عن النكاح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فما فيش ده نهي في المستقبل، فإلا ما قد سلف ليس مستثنى من المنهي عنه، عشان كده قال ده استثناء إيه منقطع ويحتاج إلى تقدير، فقل إلا ما قد سلف فإنه عفو. قال ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ندموا على استغفارهم للمشركين فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة يستصحب العدم الأصل. ده تنبيه من العلامة الشنقيطي، يأتي إلى كلام المؤلف وهو يدور حول نفس الجزئية، حول نفس الجزئية. قال المؤلف رحمه الله واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع إلى آخر. يقول العلامة الشنقيطي اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف برضه ده أحد المباحث اللي ذكرها الإمام ابن قدامة، لخص العلامة الشنقيطي يقول اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها. قلنا احنا هنا في الحكم نتكلم على الحكم التكليفي، على خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، ولكن أحيانا بيبقى فيه تجوز في التعبير، معروف هنقول الطعام الفلاني حلال أي يحل المكلف أكله، العين الفلانية طاهرة يعني يجوز ملامستها ويجوز إن كانت مما تلبس فيجوز لبسها، إن كانت مما ويجوز استخدامها. فلما نتكلم على حكم الأعيان ونقول هل هي طاهرة أو نجسة، حكم الأطعمة هل هي مباحة أم محرمة، كل ده داخل في أفعال المكلفين. قد يكون هناك نوع من التجوز في التعبير، نوع ليه عايزين نعرف طهارة الأشياء بترتب عليها أمور، اللي لمسها يجب عليه أنه يتطهر ولا لا، إلى يغسل هذا الموطن ولا لا، وهكذا. فهو بيقول أن الأفعال والأعيان، والأعيان كما ذكرنا يترتب بها أفعال، وإن كان جرت العادة أن يبقى الكلام على هذه الأعيان مباشرة، لأن بيبقى مشغولين إن كانت أطعمة بحلها من حرمتها، إن كان مما يلبس أو كذا بطهارتها من نجاستها وهكذا. فبيقول إن العلماء أو إن الأقوال في حكم الأفعال والأعيان
المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع قال فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة، يقول وهذا الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلق بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا مباح، إذ لا منا في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في آيات التحريم. يبقى هنا هذه الأعيان، احنا قلنا الأمور التي سكت عنها الشرع، فإما أنها من الخبائث ولكن يأتي تحريمها، وهذا قد علم بعد انقضاء زمن التشريع، والأصل أنها يعني من الطيبات، الأصل أنها من الطيبات. يبقى في زمن التشريع كان وارد احتمالين الأمور التي سكت عنها الشرع، إما أنها عفو مؤقت لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإما أنها من الطيبات بعد يعني انقضاء زمن التشريع. الظاهر أن ما سكت عنه فهو من الطيبات ومن المباح. ليه؟ يقول لأن الله ترك تعالى امتن، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأن الجميع دي من ألفاظ الإيه؟ العموم. يبقى المنة هو يمتن على الناس إنه خلق لهم اللي في الأرض كله، قلنا ألفاظ العموم كأن النص كده إنه خلق لكم الطير، خلق لكم الحيوان، خلق لكم النبات. طيب كل ده مخلوق للإنسان، إن ده لفظ ما في الأرض جميعا، ما من ألفاظ العموم وجميعا توكيد لهذا العموم، يبقى المنة بحاجة ينفع ينتفع به، يبقى الأصل هذا العموم باقي إلا ما خصه الدليل. يبقى الأصل في ما وجد على الأرض إن الإنسان يصح أن ينتفع به، فلا يكون في منه مانع شرعي، فده الأصل في ذلك. قال هذه منة، والمنة لا تكون إلا في مباح. قال برضو يستدل على هذا بأن الآيات التحريم جاءت بصيغة الحصر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وقول قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا المذهب الأول اللي بيقول أن الأشياء التي سكت عنها الشرع من أفعال ما قالكش ما تعملش كذا، ما يعني هناك أفعال كثيرة، تصور الإنسان أفعاله لا تنحصر، يمشي في الظل، يمشي في الشمس، ينام في الظهر، ينام في الليل، ينام في كذا، يأكل كذا، أفعال والأعيان من الأطعمة، الأشربة، تؤكل لا تؤكل، كل ما سكت عنه فهو مباح. طيب المذهب الثاني يقول أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير. دايما نصدم بأقوال للمعتزلة والمتكلمين اللي قلنا كان لهم دور في علم الأصول، ولكن في كثير من الأحيان كانوا بيودونا في مباحث غاية في الغرابة. ليه؟ انه قالوا نبحث علم الاصول بتجرد. يعني ايه بتجرد؟ قالوا ما ندرس الفقه الاول. طب ندرس الفقه الاول بيبتدي يقع في مشاكل، زي مثلا يقول لك ايه الحاجه زي دي، ومنين تيجي يقول لك ما دام ما جاش
إذن إذا لم يأتي دليل مصرح بالإباحة فهذه الأشياء ملك الله، فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذن، وإذا لم يأتك الإذن فهي الأصل فيها لا. طب ما هو الإذن جي يبقى إذن ما ينفعش نبحث علم الأصول نقول منفردا عن علم الفقه، لأن بعض مسائل الأصول هي مسائل فقهية أو قواعد فقهية. بمعنى احنا هنتكلم هنا هم كده بيفترضوا صورة نظرية محضة، ممكن كلامه يكون صح لكن يعني من حيث الصورة النظرية المحضة، انت دلوقتي لو دخلت بستان بتاع انسان وبعدين في من راح مقدم لك طبق في بعض فواكه من هذا البستان، هتقول خلاص هو ده اللي هو قدمه، ما ينفعش انا اقوم بقى ايه اخد وكذا وكذا. طيب لو هو اطلق يدك يعني وقال لسه هنبحث ان ده ملك الغير ولا يجوز ويبقى هذا محرم، انا عرائب مع ان الاذن موجود فيبقى ده خلل. وبالتالي علم الاصول قواعده بتستقى صحيح كتير منها متاخد من قواعد اللغة، الا ان كتير منها برضو متاخد من قواعد الشرع، وترك الامر للعقل واللغة ممكن يخلينا نفرض حالات لا وجود لها وناخد في مسائل، والعكس هو بيبحث كما يظن يدعون بحرية بعيد عن الفقه عشان ما يبقاش هو يقولك لا ازاي اجعل الاصل فرع، كأن علم الاصول ايه اصله الفروع. طيب هيجي يطرح نموذج قاصر، هو فكر بعقله زي ما قلنا في مسألة الواجب المخير، هو لو كان اللي تكلموا في مسألة الواجب المخير دوت لهم اشتغال بالفقه لم ما كانش ممكن يستشكل المسألة، لأن الفقهاء منذ نعومة أظفارهم في الكتاتيب وغيرها بتعلم الفقه بيعرف الواجب المخير وبيطبقه وبيفتي به بصورة مش ممكن بعد كده يقول انه غير متصور الوجود، ده مش بيقول انه مثلا ما جاش في الشرع، يقول لا ده العقل لا يستسيغه، مش ما حدش عاقل درس الفقه وطبقه وتسأل في كفارة اليمين مثلا قال له افعل كذا، قال له طب مش لاقي، قال له طب افعل كذا، ويجي بعد كده يستشكل ايه هذا الامر. فلما بيجوا يعملوا قواعد عقلية جامدة بيحصل احيانا تبقى اوسع قوي من المطلوب، ماشي طب دي الحالة العامة قوي وجاء دليل يقول ان الحالة اللي معانا مش هي دي، دي حالة اخص منها زي المسألة ديت، وقال لك ده ملك الغير وملك الغير وانت كيف تفعل بدون اذن، طب لو في اذن عام ليه بتدار على الاذن الخاص، يبقى ما بحثوش هم المسألة دي، ان فاتهم دليل الايه الاذن العام الموجود. يقول المذهب دوت بيقول ان الاصل فيما لم يرد فيه نص من الافعال والاعيان انه على التحريم حتى يرد دليل الاباحة. قال واستدل لهذا بان الاصل منع التصرف في ملك الغير بغير اذنه، قال وجميع الاشياء ملك لله جل وعلا فلا يجوز التصرف فيها الا بعد اذنه. قال ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف. لا في الواقع الجواب الأجود أن يجاب بأن جاء الإذن ده قد أتى، وإلا فالمسألة ليست أن الله ترك تعالى الله عن ذلك أنه يتضرر بانتفاع الخلق بشيء، ولكن قضية بالعكس ده الأولى هنا التأدب بأدب العبودية. فلو لم يأتي هذا الإذن العام كنت تقول والعبد كيف يعني يطيح في ملك سيده بغير إذن، ولكن الضابط عندنا هنا وليه قلنا أن الأصل الإباحة للأدلة التي وردت فيها. يقول المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل
مبين للحكم فيه. ثم يقول: واعلم أن العلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. نعم، إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، ضد وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، ثم بينهما: إما أن يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة. ده التلات أقسام. قال: فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح، يعني اللي في حالة ونص الحالة الأخرى لهم حكم، والحالة التانية نص الحالة الأخرى لهم. لو كان الضرر محض، أو كان الضرر أرجح أو مساوي، فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. الكلام ده كده بندرسه في القواعد الفقهية، وأليق بعلم الإيه؟ القواعد الفقهية، أنه هو حكم شرعي تكليفي ولكن له فروع كتيرة جدا، فده حكم جزئي من جهة أنه دليل بيدل على مسألة من أفعال المكلفين بوجوب إزالة الضرر واجتنابه، ولكن لها فروع كثيرة جدا فلندرسها فين؟ في القواعد الفقهية. نوانا لما كان بيتكلم على المباح وهل يستفاد حكم الإباحة كمسألة أصولية، محتاجين نعرف المباح وحكمه، وهل يستفاد حكم الإباحة من سكوت الشرع، فقال: نعم يستفاد، ولكن عموما احنا بنقول ايه؟ امتى يستفاد حكم الإباحة من سكوت الشرع؟ لو كان هذا الشيء مسكوت عنه فعلا، فلم يأتي نهي عنه بنهي خاص ولا اندرج تحت نهي عام. فلما قبل ما نقول ان ده منهي لم يرد فيه نهي بينظر، فمن أعم صور النهي الإيه؟ الضرر، النهي عما يضر. عشان كده قال إن الذي يضر الذي هو كله ضرر ليس فيه إلا الضرر، أو اللي فيه يعني ضرر نفع وضرر والضرر أرجح، بيقول دوت يبقى منهي عنه، ما نقولش إيه الشرع سكت، لا ده منهي عنه انه داخل تحت عموم ايه؟ نهي. اللي فيه نفع او نفعه ارجح، فده نقول ده مما سكت عنه الشرع، لا هو نهي عنه نهي خاص ولا دخل تحت عموم الضرر، لانه ايه؟ ليس فيه ضرر اصلا، او فيه ضرر يسير مغمور بجوار ايه؟ منافعه. طيب هو بيقول للشنقيطي هذا الكلام، في الواقع بيشرح لنا قيد وضعه ابن قدامة في كلمة واحد. ابن قدامة لما تكلم في المسألة قال: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها. ليه؟ لأن الغير منتفع بها اللي فيها ضرر، يعني مش نفع، اللي فيها ضرر ورد الشرع بحكمها كورود عام بالنهي عما فيه ايه؟ ضرر. اما اللي فيه نفع لسه ما فيش نهي عنها، وبعدين قبل ما يجي هذا النهي او اذا لم يأتي اصلا، فماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد الاباحة. قال دول يبقى عندنا ان كان الضرر وحده أو كان الضرر راجح أو مساوي فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر.
وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه. فأظهر الأقوال الجاثمة تيجي تنهى الناس عن أمور محرمة من أجل الضرر، بالذات مش هنقول اجتهادية، يعني اجتهاد يعني واضح لكل ذي عيان في تطبيق عموم نهي، زي تطبيق عموم لا ضرر ولا ضرار على شرب الدخان مثلا. دي مسألة مش محتاجة اجتهاد بمعنى كلمة اجتهاد. صحيح ما فيش نص خاص في تحريم الدخان، بس في هذا النص العام، وفي كلام من أهل الطب ومن غيرهم إن ضرر هذا الشيء واضح جلي، وإنه لا يكاد يكون له منافع، أو إن كان له منافع هو في الجملة عند الأطباء شبه المخدرات إن كان ليس منها، أو شبه الخمر التي قال الله فيها أسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. لك طيب أنت التي عم تحرم السجائر من أجل الضرر، ما يقدروش ينزعوا إن فيها ضرر، خلاص بقى معلوم بداهة. فيقولك طب ما تحرم الدنيا بحالها، ده المية فيها ضرر لو شربت مية كتير، الأكل فيه ضرر، الدهون فيها ضرر لو أكلت سمين كتير، مش عارف إيه، الأملاح فيها ضرر لو أكلت أملاح كتير. هو مش واخد باله إنه عمال يقول إيه كتير كتير كتير، يعني الحاجات دي كلها فيها ضرر إيه بالكثرة لما تكتر عن حدها، بينما كل يعني ملي هم بيكتبوا لهم ضرر السجائر بالملي عشان يبقى فاهم، يعني كل نفس بياخده من السجائر ديت ضرر، يبقى ازاي عايز يسوي دي بدي؟ والضرر دي ايه جنب منافعها؟ هيقول المية فيها ضرر، طب ومنافعها ايه؟ وايه ضررها؟ امتى بتبقى ضرر وامتى تضر؟ ما يجي يقول الاكل حتى بكل انواعه فيه فوائد، وايه ضرره برضه؟ هل الضرر هل هو قاتل؟ وهكذا. وبالتالي كتير من الناس يجي عايز يشوف حاجة فيها نفع وقليل من الضرر، ولك والتانية فيها ضرر محض، أو ضرر وقليل من النفع. فلما تحرم دي يقول لك حرم كله، هل هو صادق في حرم كله؟ لا، ما أنت مش هتقدر تحرم كله، لا أنت ولا غيرك، يبقى إيه المطلوب؟ أن تبيح الكل. لا، في فرق بلا شك، في فرق بين هذا وذاك. المسائل بحثها العلماء ووجدت أدلتها في كتاب الله تبارك تعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول قال المؤلف رحمه الله: المباح غير مأمور به إلى آخر. ده مبحث ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله التأكيد على مسألة أن الأصوليين قد أدخلوا المباح ضمن أقسام التكليف، والتكليف تسوي طلب. ماشي، احنا قلنا في أربع أقسام طلب: طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل جازم أو طلب فعل غير جازم، طلب ترك جازم أو طلب ترك غير جازم. ما حطينا المباح فين؟ فحطوا قسم خامس. قال لك ازاي انت بتعرف القسم الاصلي بانه طلب وبعدين تجعل احد اقسامه لايه؟ شيء ما فيهوش طلب. قالوا خلاص نخليه حاجة مستقلة، لا هو ما نخلوش قسم من اقسام الحكم التكليفي، بقى حكم شرعي بس مش تكليفي. ولكن يعني اولا الكلام على الاباحة امر يسير لا يستأهل انه يدرج بتقسيم مستقل، ثم ان هو في شوب من التكليف، اما من جهة الاعتقاد تقول اعتقاد حل هذا الشيء ده واجب، انت يجب عليك ان تعتقد حل الايه المباحات التي اباح الله تبارك. والبعض الاخر قال احنا نتكلم على افعال المكلفين. أفعال المكلفين
لا تنحصر من الناحية العقلية، ممكن يأكل، ممكن يشرب، ممكن يمشي، ممكن ينام. الأكل لا تنحصر أنواعه، في حيوان وفي نبات وفي كذا، وده بيطهى بطريقة كذا، وده بيطهى بطريقة كذا، وده يتخذ عصير، وده لا يتخذ عصير، إلى آخره. فأفعال المكلفين لا يمكن حصرها. احنا حطينا قاعدة ان المسكوت عنه عفو، يبقى احنا كده اخرجنا كل الافعال دي فيما عدا ما جاء فيها طلب بالفعل او بالايه او بالترك. كأن احنا في الاول كنا نتكلم على افعال المكلفين، اما لا يتعلق بها تكليف وهي المباحة، او يتعلق بها تكليف وتنقسم الايه اربع اقسام. قالوا طيب ما فيش اشكال ان احنا نحط ده من باب التسامح، وما دام ان المعنى مفهوم، ما دام ان المعنى مفهوم، وهذا الذي جرى عليه عامة الاصوليين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: ومن المعلوم ان المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا انه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. الأخ بيسأل عن الفسيخ، هل هو داخل تحت البراءة الأصلية أم لا؟ ما هو دي مجالها في الفقه كما ذكرنا، لأن القاعدة تطبيق القاعدة قد يختلف، تكون القاعدة متفق عليها وبعدين يختلف في طريقة تطبيقها أو تطبيق غيرها، هل ورد هنا نهي أم لم يرد ونحو هذا. وعلى أي حال، فالكثير من العلماء على أن الفسيخ داخل في البراءة الأصلية وأنه غير منهي عنه. والأول الكلام الحكم على شيء فرع عن تصوره، فكيف يصنع هذا الفسيخ؟ في أنواع من الأسماك المملحة بتملح طازجة، طبعا معلوم السمك يجوز أكله ميت وما يزكى، ولكن العبرة هنا في أنها تتغير. ففي أسماك بتملح زي السردين مثلا وهي طازجة، فدي ما فيهاش إشكال، طريقة من طرق الطهي، ولو الإنسان يطيق أكل السمك ني ما فيش مشكلة، ما فيش في الشرع ما يوجب لا ذبح السمك ولا حتى طريقة طهي معينة. العبرة هنا ان بعض الاسماك المعروفة بالفسيخ بيبقى من ضمن طريقة التصنيع انها تترك حتى تتغير، والبعض يقول حتى تتعفن، وبالتالي هيبقى اولا عايزين كلام واقعي، لان مش كل الانواع زي بعض. يقول بدل ما نسأل عن الفسيخ أو عن الأسماك المملحة، بنسأل عن السمك الذي أنتن، سمك أنتن أو تعفن أو كان درجة بين. لو إن أي سمك مملح ما بيمرش بالمرحلة ديت، خلاص ده خارج القضية. أما إن كان يعفن أو ينتن، فبعض العلماء يقولون بحرمته بناء على الضرر وبناء على الارتباط بين النتن والنجاسة، والبعض يقول ان تغير الطعام لا يشترط انه يصير نجس ولا انه يصير يحرم اكله، لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من سمن متغير من إهالة سنخ، يعني تغيرت، وكأن ده تغير يسير، ولكن هنا الضابط هيكون إلى استساغة الإنسان له وإلى الضرر. يبقى احنا هنا مسألة تغير طعم الطعام أو رائحته، الراجح إن هو لن يصير بذاته سبب للتحريم، إنما التحريم هيجي منين؟ هيجي من الضرر، هيجي من الضرر. فالبعض بيرى ان تغير الطعام في حد ذاته وان لم يصبح مضرا فانه يكون نجس وبالتالي يحرم اكله. الراجح من كون اكل مثلا من الاهالة السنخة
أن هذا يرجع إلى الضرر وفقط، وبالتالي يكون هنا لا يمكن إطلاق حكم عام في المسألة، إلا أنه متى غلب على الظن أن هذه الطريقة التي صنع بهذا الفسيخ تضر، يعني مش مجرد التغير، لأن طبعا لو أنه بيتغير تغير يسير لا يضر، والطعم هو الناس طلب الطعم دود، أما إن تغير تغير كبير فغالبا يكون مضر بل قد يكون سام. إذا تغير تغير كبير قد يكون يعني مضر بل يكون سام، وتنمو في أنواع من السموم من أخطر أنواع السموم. فالقضية هنا بنتكلم على قواعد كلية عند التطبيق بيختلف، الاختلاف هنا نتيجة الاختلاف في فهم الدليل الجزئي، هل وجد دليل على جواز أكل المنتن؟ فبالتالي لو جه دليل على جواز أكله ما بنحتاجش الإعمال عموم حديث الضرر، لأن ثابت هنا أن ده ما فيش ضرر أو ضرر يسير إيه يحتمل ما دام ورد الدليل الخاص في المسألة. فهنا بيبقى في اختلاف في تطبيق الدليل الجزئي أو فهمه أو خلاف في توصيف الواقع، كل ده بينتج عنه صور في الفقه كما يعني سبق بين. يقول المكروه، قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب. يقول كلامه واضح، وإن كان هو برضو بيختصره أو يوضحه، ومن قالش الكلام كله كما ذكرنا، وحيعيد تقريبا معظم المقصود منه. يقول: والمكروه في اللغة اسم مفعول لكرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقول عمرو بن الأطنب: وأقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. قال: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام اللغة، بالنسبة المكروه المبغوض، والحرام بلا شك مكروه مبغوض لله عز وجل، ولكن في الاصطلاح لورود الشرع بكلمة الحرام والتغليظ من شأنها، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فكأن العلماء في أثناء وضعهم للاصطلاح راعوا أن كلمة الحرام أعلى شأنا، وإن كان كلمة المكروه تعم كل ما يبغضه الله وما نهى عنه، سواء نهى عنه نهيا جازما أو نهيا غير جازم. بنستفيد من كده ان احنا لا نقف عند حدود هذه الاصطلاحات، الاصطلاحات بنقولها لنقرب المعاني، ولكن ما نجيش للنصوص الشرعية يكون فيها كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها، ونقول ده هذا المكروه الذي لا يعاقب فاعله، لا ده المكروه بمعنى المكروه المبغوض، وقد يكون منه ما هو من الشرك وما هو من أكبر الكبائر. كان في الاصطلاح سمينا النهي الجازم بالحرام والنهي غير الجازم بالمكروه. قال: واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراد أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء،
وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت وما نهي عنه نهيا جازما، نهيا غير جازم، نهي عنه نهيا غير. هنا كأنه إيه كما ذكرنا نتكلم على الواجب والمستحب المباح المكروه، كأنه ماشي إيه بالتدريج من الأعلى إلى الأدنى. يقول قال المؤلف رحمه الله: والأمر المطلق لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولكن الأمر ضد النهي، فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور به فالنهي عنه أولى. يبقى هنا بيقول لك إيه؟ لما يجي لك أمر الأصل فيه الإيه؟ الوجوب، وقد ينزل إلى الاستحباب، وقد ينزل إلى الإباحة، لكن هينزل للكراهة إزاي؟ لما نزلنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب لم يكن هذا النزول مخالفة لحقيقة الأمر، وإنما تغيير في بعض صفاته بقرينة، ماشي؟ يبقى ممكن مثلا تقول لواحد يعني إن في حاجة مطلوبة بسرعة قدر الإمكان مثلا، يبقى أنت بعد ما قلت بسرعة برضو ما إيه ما قلتوش أقصى سرعة ممكنة، تقول له ولكن يعني ما استطعت، لكن ما ينفعش تقول له إنها مطلوبة بسرعة وببطء مثلا. يبقى إذن الأمر الأصل فيه الوجوب، ممكن هتنزل للإيه؟ للاستحباب بقرينة ولم تنافي حقيقة الأمر على أنه طلب، ولو نزلت به للإباحة صعب شوية، ولكن متصورة في الأمر بعد الحظر. فيبقى هنا الأمر مش طلب حقيقي، وإنما هو طلب بتخبره، هو أصل الطلب منين اكتسب الأمر صفة الطلب، إن هو أو الجهة صفة اللزوم إنه من الأعلى إلى الأدنى، هو ما زال هنا من الأعلى للأدنى بس غرضه رفع حظر إيه صار. لكن لا يتصور هنا أن الشرع يأمر بشيء ويكون في الآخر نقول الأمر ده يستفاد منه الكراهة، الأمر ده يستفيد منه الوجوب يا الاستحباب يا الإيه يا الإباحة، ده على أقل الدرجات. طبعا الأمر يستفيد منه الكراهة أو التحريم دي على طريقة اللي بيحرمه الختان والحياة دي، ده فقه جديد بقى، وصول فقه جديدة، الأمر هيستفاد منه التحريم والكراهة وحاجات من دي. طبعا هو استفادوهاش من هذا الأمر، لكن مستحيل الحاجة. لكن احنا قلنا لما نيجي نتكلم مثلا في قضية ختان الإناث نتكلم على وجوب ولا استحباب، ماشي وارد يبقى فيه كلام في كده، ولكن كراهة أو تحريم يبقى ده مصادمة للنصوص الشرعية. يبقى هنا لو الأمر لا يتناول المكروه، لأن الأمر استدعاء وطلب، ومش ممكن يكون الشيء مطلوب فعله ومطلوب تركه في آن واحد. يقول إيضاح معنى كلامه رحمه الله: إن المأمور به إذا كان بعض جزئيات منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. يبقى الشيء الواحد مش ممكن يكون منهي عنه ومأمور به في أن واحد، لكن باعتبار حيثيات، يعني ممكن يكون الشيء من مأمور به منهي عنه لكن لو باختلاف الاعتبار، لو باختلاف الاعتبار، يعني اللي يجي مثلا
الطالب اللي بيجيب الواجب بتاعه متأخر، فانت هتقول الواجب ده منهي عنه مثلا مش مطلوب؟ لا مطلوب، ولكن هو جابه ايه متأخر. النهي عن التأخير مش عن الايه، مش عن عمل الواجب او تقديم الواجب. هل الصورة تحتمل اللوائح الإدارية مثلا تحتمل ان اللي جاب الحاجة متأخر يعتبر انه جابها ويعاقب عقوبة معينة او يحرم ميزة معينة عشان التأخير؟ ده واقع في حياة الناس، كما ذكرنا بعض الاصوليين بيفرض نموذج قاصر لا يستوعب كل الصور الموجودة في الدنيا ناهيك عن الصور الموجودة في الشرع، فيتصور يبقى الشيء مأمور به لأصله منهي عنه لوصفه. يعني أنا أقول الشيء الواحد بالاعتبار الواحد مش ممكن يكون مأمور به إيه؟ منهي عنه في ذات الوقت، لكن ممكن يكون مأمور به باعتبار منهي عنه باعتبار. طيب ممكن نقول لا اللي يجيب بعد الوقت ما ينفعش، ممكن ده وارد وده وارد، محدش يقول يفرض. حتى في حياة الناس بيقع هذا ويقع ذاك، اللي في ايده سلطة اتخاذ القرار بيقول الحاجة اللي هتيجي متأخر هيبقى فيها عقوبة كذا او كذا، هتقبل ولكن مع عقوبة او مع حرمان من مزايا او نحو ذلك، او لا يقول لا والله ان الوقت شرط، الوقت شرط في القبول، والحاجة اللي تيجي خارج وقتها كأن لم تأتي. يبقى هنا المسألة متصورة عقلا، عشان كده المسألة مثلا لما نيجي نبحثها في الشرع لا مجال هنا ان واحد يحيل يقول العقل لما يبقى شيء لازم عقلا، لكن الشيء الجائز عقلا ينفع ده وينفع ايه وينفع ده. الصلاة من فاتته صلاة يقضيها او لا يقضيها مش مسألة عقلية، مسألة شرعية، لان وارد ان الامر انه يأمر بشيء له وقت ويحدد له وقت، وبعدين بيقول اللي يجي في الوقت مجزئ، طب واللي يجي بره يقول كأن لم يكن، ممكن يقول لا انه ايه في عقوبة معينة لمن اتى بالفعل ولكن خارج الوقت. فهنا دي مسألة الايه النهي وانفكاكه من عدم، لكن الشيء الواحد بعينه لا يمكن ان هو يكون مأمور به ايه منهي عنه، وده هيزيد توضيح في مبحث الحرام بعده. يقول فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي وهكذا. يبقى ده اللي قالوا انها لم تدخل. يقول وقال الشافعي رحمه الله ان الصلوات ذوات الاسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الامر لانها لم تدخل في النهي. دي خلافات فرعية، مع اتفقنا ان ما ينفعش الشيء الواحد بعينه يكون مأمور به ايه منهي عنه، بيكون الامر بجهة والنهي من جهة. ده مبحث حيزيد توضيح في الكلام على الحرام، هنخليه المرة القادمة إن شاء الله تعالى عشان نعطيه حظه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.